يعني بعمل اللي بقدر اعمله، بس اهم شيء انه انا كثير بحب الرياضه. كسرت رجلي بسبب الرياضه. طبيعي باكل اكل طبيعي، ما راح اقول لك دائما باكل اكل صحي، لا باكل وبعيش حياتي طبيعي، بس يعني بعمل توازن. يعني الايام كثير بخبص فيها، ثاني يوم بريح وبتحرك كثير. يعني انا عموما بالحياه حدا كل الوقت عم بتحرك.